تحت شعار أكون أو لا أكون، يواصل منتخب مصر تدريباته استعداداً لمواجهته الهامة والقوية أمام نظيره كوت ديفوار المحدد لها الأربعاء المقبل في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون. منتخب مصر الساعي للدفاع عن تاريخه القاري يعد الأكثر فوزاً بالبطولة الأفريقية برصيد 7 بطولات، يصطدم بأحلام الأفيال الإيفوارية الباحثة عن التتويج الثالث في تاريخها، ولتعويض جماهيرها عن الخروج من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022. مواجهة الأربعاء والتي تعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة ستكون صعبة على كلا المنتخبين، فالمنتخب الإيفواري الذي قدم مباريات رائعة في مرحلة المجموعات يخشى انتفاضة الفراعنة المتسلحين بأفضلية التفوق في المواجهات المباشرة، فيما سيتعين على رفاق محمد صلاح عبور عقبة الأفيال ومصالحة الجماهير غير الراضية عن أداء المنتخب حتى الآن.